ساعتين لربع اليوم. في عندي ماسلس كارت الانبوت ديسبيسمنت، هاي بتختلف شوي عن عن الماس سبرينج دامبر اللي شفناها قبل شوي. في عندي كارت، كارت يعني عرباية، والعرباية ثبت على عجلين، والان انا راح امسك العرباية من هون وانا راح اصير احركها. اذا الانبوت تبعي ايش؟ مش فورس، ديسبيسمنت. انا راح ادخل ديسبيسمنت، لازم نحط طبعا الكونفنشن بهذا الاتجاه. فالانبوت تبعي يو اوف تي، وهلا طبعا لما بعمل هيك راح تصير الماس تتحرك، انها مثبته كمان على عجلين على الكارب نفسها. وعندي هون سبرينج، وعندي دامبر بهذا الشكل هيك، وراح اخذ الديسبيسمنت اللي بتهمني. الاوتبوت هو واي، فالانبوت ديسبيسمنت والاوتبوت ديسبيسمنت. هاي راح نسميها ماسلس كارت. مين يعني الماسلس؟ الكارت نفسها هي الماسلس، هاي مش ماسلس، بس هاي الكارت انا راح اهمل الماس تبعتها، فراح افترض انه ما لهاش ماس. راح نيجي اذا الان هلا نتطلع، عندي واي اوف تي هي الانبوت، عفوا اليو اوف تي هي الانبوت، واي اوف تي هي الاوتبوت. خلينا نفكر كيف بدنا نحل. هلا عندي نفس الشيء، هاي الماس راح يجي عليها فورسز. مين الفورسز راح تيجي عليها؟ تو فورسز، واحده من السبرينج واحده من الدامبر. الماس الفورس اللي راح تيجي من السبرينج مع مين راح تتناسب؟ مع الفرق بين يو وواي، مظبوط؟ والفورس اللي راح تيجي من الدامبر راح تتناسب مع الفرق بين اي سرعتين؟ سرعه يو وسرعه واي. اذا عندي تو فورسز راح ياثروا على ام. الفورس الاولى راح تكون يو اوف تي ماينس واي اوف تي مضروبه في كي، لانه لما واي اوف تي ماينس يو اوف تي راح تضغط الزنبرك هيك، فالزنبرك رد فعله راح يكون يدفش الماس هاي وراح يدفش الكارت بهذا الاتجاه. زائد عندي يو دوت اوف تي ماينس واي دوت اوف تي مضروبه في بي، وهاي راح تساوي ام في واي دبل دوت، مش هيك؟ واي دبل دوت اوف تي. ماشي، واضحه المعادله الهاي من هون. هلا راح افترض انه عندي، لانه عندي هون مشتقة الثانيه، لازم يكون عندي الافتراضات التاليه، انه واي اوف زيرو بتساوي واي دوت اوف زيرو بتساوي زيرو، وراح افترض كمان انه يو اوف زيرو بتساوي هون زيرو. طيب اذا ناخذ هلا نرتب هذول، راح نرتب يو على جهه وراح ارتب واي على الجهه الثانيه، فراح اخذ كي يو اوف تي بلس بي يو دوت اوف تي بتساوي ام واي دبل دوت اوف تي. هلا هذا ماينس ماينس راح ينتقلوا على الجهه الثانيه يصيروا بلس، راح يجي عندي هون بلس بي واي دوت اوف تي بلس كي واي اوف تي. بقدر الان اخذ اللابلاس ترانسفورم، وطبعا بناء على الانيشال كونديشنز اللي موجوده هون، عشان ما اضطرش اخذ اس اف اوف زيرو او اف دوت اوف زيرو، او بقدر اهملهم. يصير عندي هون هلا يو اوف اس، ايش عندي جوا؟ اس بي بلس كي بتساوي، راح يطلع عندي هون واي اوف اس برا، وجوا راح يصير عندي ام اس سكوير زائد اس بي اس زائد كي. هاي المعادله الثالثه. عندي الترانسفير فانكشن هي الاوتبوت على الانبوت، فعندي واي اوف اس على يو اوف اس، فبصير عندي هون جي اوف اس واي اوف اس على اكس اوف اس ولا يو اوف اس او اوف اس. هتساوي راح تصير اس بي بلس كي على ام اس سكوير بلس بي اس بلس كي. والسيستم هذا راح يكون فيه له 1 ريل 0، مش هيك؟ قيمته ماينس ماينس كي على دي، وبعدين تو بولز، يا اما البولز بكونوا ريبيتد كريتيكال ريل ديستينكت او كومبلكس ايماجينري بير، مثلا هنفترض كانوا بهذا الشكل. هذا السيستم سكند اوردر سيستم. نعم، مطلوب منا الشغل، اي شغل؟